المحضن الثالث هو محضن الإعلام، وهو المحضن الذي لا أراهن عليه كثيرا. علاش؟ لأن الإعلام الهادف وهو موجود بفضل الله عز وجل، الإعلام الهادف والناس اللي عندهم غيرة على هذا الخير هذا، أول حاجة هم قلة. المسألة الثانية وهي الأخطر أنهم لا يجدون من يساندهم، هذه مسألة خطيرة ومهمة جدا، لا يجدون من يساندهم. مثال سيدي هشام قبيل، أذكر المثال ديال أحد علماء المغرب، لا ما عنديش إشكال، هو سيدي عبد الله بن المدني حفظه الله، أبو عطاء، نسأل الله أن ينفعه وينفع به وأن يزيد في عمره في طاعة وعافية وحسن خلق وعطاء للإسلام والمسلمين، وأن يثبته على الحق وأن يتوفاه عليه بعد عمر طويل إن شاء الله تعالى يا رب. فهذا عالم من علماء المسلمين، وعندما يسترسل سيدي عبد الله بن المدني في الموضوع المتعلق بالتزكية عبر تدبر القرآن الكريم، راه اش نقول لكم، راه انسان تي يصفي الشهدة وتيقطر لكم العسل صافيا زلالا شافيا بإذن الله عز وجل. تندوز تلقاه عبر صفحته الرسمية، عبر صفحته الرسمية من ندوز ألقى أول حاجة ما مديورش إخراج إعلامي للإعلان بعد عن هذاك البث المباشر، هذه وحدة. المسألة الثانية من اللي لقى في المباشر 16 شخص، 16 شخص هي اللي داخل متبع على البث المباشر، يومها أقسم لكم بالله إلى صدري ضاق، ضاق صدري، بقى لي غير نقز من الشرجم. كتجي تلقى تافه سفيه فاسد مفسد مجموع فيه كل شيء، الله يتوب علينا وعليه، خارج باش يقول كع، كيقول خخ، والو والو والو، ما تيقول والو، تيهترز تيهترز. وطالعة في البث المباشر 52 ألف، راه تجف الدموع، تجف العيون عن الدموع، ما بقاش، راه صافي، راه الجلطة هذه من وراء هذه الجلطة ولا السكتة القلبية، ما بقاش، وإلا الواحد غادي يموت. إذن فين كاين اللي يشكع؟ موطن الخلل هو حنا، كندويش حنا، هو حنا عموم الناس، نحن الذين نشكو من التفاهة، نحن الذين نشكو من القدوات التي سقطت أو تم إسقاطها أو يحاول إسقاطها. فبنادم تتلقاه، احنا ما غنمشيش معاك لهذوك اللي تيتفرجوا في التفاهه ومتبعينا، نحيدهم، ندوي معاك داك اللي كتبان لي التفاهه وما تيشوفهاش، ما كيبغيش يمشي لها. لكن من اللي كيدوز على عالم من علماء المسلمين دير بث مباشر، راه لا يكلف نفسه حتى النقر على زر المشاركه، يا اخي غير دخل ما تفرجش، انت سير قضي غراضك، غير كثر سواد المسلمين. حيت واحد غادي يقول لك اودي راه بغينا نجيبوا شي واحد في التلفازه اللي غيبان للناس وغيجيبوا الناس، والناس غي التلفازه الاعلام شنو باغي؟ باغي مداخيل عبر الاشهار، والاشهار باش يحط عندك فلوسه ويقول لك شهر ليا، خاص شي حاجه اللي غتستقطب المشاهدين. حتى واحد ما كيحط السلعه ديالو في سوق البوار، كيقول لك غادي ندخل انا سيدي الفيسبوك والانترنت نشوف شنو المغاربه شنو تيبغيو، غيدخل غيلقى واحد كيقول الخوه طالع عنده 52 ألف في البث المباشر، هذه ملي ما كيكونش طالع 100 ألف، وهذه الأرقام جوج شفتها في عيني عند أهل الفساد والإفساد. في الجهة الأخرى يقول لي لا راه كاين العلماء الشريف جيبوا لنا الناس كذا، غيدخل غيلقى مثلا عالم بحال مثلا صعب المدينة لقى طالع 16 واحد، بالله عليكم ها هو كاع باغي الخير وبغي يجيب التلفازة، شكون غيجيب؟ سبب آش؟ سيدي هشام قبيلة ملي تكلم على أن الأرقام المهولة في التراند في التوندونس هي أنك تلقى تتحط تخربيقة 6 7 ساعات مليون مشاهدة، غتعطيها نهار غنطلعوا لجوج المليون ونص 3 مليون ونص مشاهدات. شكون اللي كيسمن في هذا العدد ديال المشاهدات؟ احنا مابقاش نكذبوا على ريوسنا، أنا وأنت وأنتي. فتيلا حيت المساله راه فيها تخليه وتحليه، يعني ملي غنحمس من مشاهده التفاهه، من جهه اخرى علي مشاركه الوعي، علي رفع منسوب المشاهدات في هذا الباب، هذا علي ان اكثر سواد اهل الخير.
فالمسألة يعني لا يليق هذا الأمر يعني. المهم هذا غير استطراد، لأن الموضوع يعني الموضوع يشغل القلب منذ مدة. فمحاضن صناعة القدوات، المحضن الأول هو الأسرة من خلال إعطاء القدوة الحسنة حتى نربي الأولاد على القدوة الحسنة. فهذا الباب ما نبقاش نكثر لكم الكلام، كاين الدورة التأهيلية للحياة الزوجية للدكتور محمد خير الشعال، دورة فيها تقريبا ما يعادل واحد 28 ولا 30 حلقة، يعني يحسن بالمسلم سواء المقبل على الزواج أو المتزوج يحسن به أن يتابع هذه الدورة. دورة مهمة جدا، الإنسان يعرف فيها مجموعة من الأمور باش يعرف راسه كمسلم فين غادي وأشنو المشروع اللي هو خصو يوقف عليه، لأن حياتنا مشروع أشرفها ماشي حريقة عاد تصبات الشتاء ونضنا ويجي شي دري يعفس علينا ويدوز، لا احنا مشروع ديال الآخرة، لكن نعمر دنيانا من أجل آخرتنا. فما نكترش لكم يعني شنو خصك دير ما ديرش، نجتهدوا عاوتاني نوضوا نعرقوا نشوفوا على شي شويه اللي كتجي بارده كتمشي بارده. المحضن الثاني هو محضن المدرسه، وهنا العدد من الاساتذه اهل الصلاح والاصلاح يشكون غياب الاباء في عمليه الشراكه بين المدرسه والاسره. راك يقول لك كاين تلاميذ اللي جاو عندنا دازوا عندنا في مؤسسه، من هذه المؤسسه كتكون مؤسسه خاصه يعني بالدفع المالي يعني فلوس مدرسه بريفي، يعني راه والدي تيمشيو يعرقوا وينشفوا باش كيخلصوا عليه في الشهر. كيقول لك كاين شي وليدات قراو عندنا 6 سنوات 7 سنوات ما عمرنا مشفنا والديهم، حتى من هذاك الشيك اللي تيخلصوا به في الشهر او لا في 3 اشهر تيصيفطوه مع ولده، يعني كتحس بيه بحال والد الدري صافي يطلقوا مني كنخلصكم محضيه وربيه وديروا داكشي اللي بغيت. لا، راه تربيه الاولاد تقوم على الشراكه بين الاسره والمدرسه. اذا الاسره خصها تؤدي داكشي اللي عليها والمدرسه تؤدي الذي عليها. كيفاش نديروا مشروع مدرسي؟ يعني كاين دورات الحمد لله، كاين كتب في هذا الباب، الانسان يجتهد في هذا. ثم دور الاعلام، كي قلت لكم الاعلام ما يطغى على الساحه الاعلاميه الان هو الفساد والافساد، لكن راه كاين مجموعه بفضل الله عز وجل من الاعلام على المستوى الورقي على المستوى الالكتروني على المستوى الاعلام المرئي والفضائي وكذا، كاين الخير وكاين شباب فيهم الخير وكاين ناس باغي الخير، لكن وجب مساندتهم، وجب نشر الخير، وجب نشر الفضيله، تكثير السواد. بهذه الامور يمكن لنا ان نجمع القدوات كلها لكي تردنا الى القدوه العليا وهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يمكن للأمة أن تقوم لها قائمة.